سابقا لما كنا نستخدم المواصفات كانت البيانات تترتب عندك بشكل تلقائي، تاخذ الاندكس المقابل لكل عملية اضافة، مثل ما قلنا انه هو نستطيع من خلال الاندكس ان نقوم بعمليات على المواصفات، عمليات اضافة، حذف، تعديل، والى هذه الامور. يعني احنا ما راح نتحكم بالاندكس الخاص في العنصر، يعني نضيف العناصر اوكي راح يبدي يتخذ عندك الموقع بشكل تلقائي داخل ذاكرة الكمبيوتر. طيب هنالك طريقة اخرى ايضا، نوع من انواع البيانات يسمونه ماب. هذا ايش تعطيه؟ انت تعطيه كي ان فاليو، يعني تعطيه الموقع او تعطيه الكي المفتاح او البرايمري كي، وتعطيه الفاليو ايضا انت بشكل يدوي. اوكي يعني لك الحرية في عملية ترتيبك للاندكس. مثلا اقول له عندي ام بي ماب، هو يسمونه الماب طبعا في اغلب لغات البرمجة. ثم راح ابدا اقول له انشئ ماب جديد بهذه الطريقة. راح اقول له ايش عندي؟ عندي ماب، وهذا الماب هو امبتي فارغ، اوكي دوت امبتي، وراح ابدا اضيف عليه فاليو. اوكي ابدي اضيف عليه فاليو بشكل مباشر، يمكن ابدي ارتبها بهذا الشكل يعني فاليو، وابدي راح يبدا يقول لك اعطيني الكي. مثل ما تلاحظ انه هذه الاد ايش تحتاج من عندك؟ تحتاج عندك كيان فاليو. اذا ايش راح اقول له؟ عقله يمكن الكي يكون احنا عندي 44، يعني بشكل عشوائي مثلا انا ابدي اضعه. ومثلا هنا احنا ايش عندنا؟ عندنا مثلا اسم، مثلا على اساس يكون عندك سترينج طبعا في الاساس. مثل ما تلاحظ انه الكي والفاليو ايش هي؟ اثنيناتها راح يكون عندك سترينج، غير ممكن انه تعطيني انتجر، يعني ممكن تخزن عند فيهن اي قيمه انت تحب يعني تدخلها على اساس انه هي تكون عندك سترينج. اذا مثلا عندي احمد، اوكي اقول له دوت، اوكي انزل، راح اقول له اد، وابدي ايضا اعطيه كي ان فاليو. مثلا اقول له هنا أنا 3، اوكي ومثلا اقول له عندنا تكون عندنا مثلا صفاء. اوكي وطبعا حتى انهي هذا، حتى انهي عمليه الاضافه هذه، اقول له سيمي كولين سيمي كولين، اوكي دلاله عمليه الانهاء هذه. طيب خلينا اطبع جميع العناصر اللي موجوده عندي هنا. اذا ايش راح اقول له؟ اقول له عندي برنت الاف و دلاله على الماب اي كونتاكت وذ ماب. اذا راح اقول له اطبع لي الماب، عناصر الماب بشكل مباشر. اوكي الان خلينا نضغط على F11 عمليه الديباج. راح تلاحظ انه راح ينشئ لك الماب في البداية، ثم بعد ذلك راح يبدي يطبع لك اياه بشكل مباشر. وطبعا هو يحتوي لك على عنصرين، عنصر الاول احمد وصفاء، ويحتوي لك على 2 كي مثل ما تلاحظ. اوكي ف خلينا نشاهده بهذا الشكل. نضغط على F11 مرة اخرى، طبع لك الكي، ثم بعد ذلك ممكن نعمل عليه بهذا الشكل F11. إذن مثل ما تلاحظ انه الان طبع لك الماب وطبع لك اياه بهذا الشكل مثل ما تلاحظ 3. اوكي هذه الكي وهذه الفاليو، هذه الكي وهذه الفاليو، مثل ما قلنا انه تحتاج انه تعطيها على قيم على اساس تكون عندك بشكل سترينج.